واهلا بحضراتكم، ولقاء بيتجدد يوميا لمتابعة اهم واخر العناوين التي صدرت منذ قليل في صحافة الغد، وابدأ مع حضراتكم باستعراض لاهم الموضوعات. من الأخبار، السيسي: موقفنا ثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تزعزع استقراره. من اليوم السابع، مصر ترفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. الشروق: وزير النقل يبحث مع سكك حديد ألمانيا إدارة وتشغيل شبكة القطارات الكهربائية. من الأخبار، إقبال كبير على معرض أهلا بالمدارس. تحياتي من جديد، وهبدأ مع حضراتكم من الأخبار، وهذا الخبر أيضا متواجد معنا في كل الصحف تقريبا، وهو لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بملك البحرين. السيسي: موقفنا ثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تزعزع استقراره. رئيس السيسي عقد جلسة مباحثات أمس مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بمدينة شرم الشيخ، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس رحب بأخيه في بلده الثاني، وأكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية. الملك حمد بن عيسى أعرب عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من الرئيس، مشيدا مما تتسم به العلاقات المصرية البحرينية من أخوة وصداقة ومسيرة علاقات تاريخية ومتميزة تربط البلدين حكومة وشعب. متابعة أكثر أو قراءة في هذه الزيارة، بينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ يسري عبيد، الكاتب الصحفي المتخصص في شأن العربي. أستاذ يسري، تحياتي لحضرتك. أهلا بك يا فندم ومستاذ المشاهدين. أهلا بك. وكان التأكيد في خلال هذا اللقاء من قبل الرئيس على موقف ثابت للسياسة المصرية الخارجية، وهو أمن الخليج من أمن مصر ورفض أي ممارسات تزعزع استقراره. التأكيد الدائم على هذه النقطة كيف تقرأ؟ بالتأكيد مصر دائما وأبدا تؤكد على أن أمن الخليج هو أمن قومي مصري، وأن المسألة مسافة السكة كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن مصر دائما تسعى إلى أن تكون الدول العربية الأمن القومي مرتبط كلها ببعضها، وبالتالي أمن الخليج كجزء من الوطن العربي يعتبر جزء من الأمن القومي العربي، وأي مساف بهذا الأمن أو أي تهديد لهذا الأمن هو بالتأكيد تهديد مباشر للأمن القومي المصري، وما تؤكد عليه مصر ويؤكد عليه الرئيس السيسي في كل المحافل، سواء لقائه بالإخوة الأشقاء في دول الخليج أو في أي محفل تأتي فيه مسألة الأمن القومي للخليج. وبالتأكيد بقى دائما وأبدا مصر تؤكد وترفض جميع التدخلات الخارجية والتدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وفي شؤون دول الخليج خاصة، وهذا ما ظهر مؤخرا في المؤتمر الذي كان انعقد في بغداد، دول شراكة لبغداد وللعراق، وأكدت مصر فيه أيضا على الأمن القومي للعراق والأمن القومي للخليج كجزء من الأمن القومي المصري. وبالتالي كل هذه الرسائل أعتقد أنها تدلي بها مصر من حين لآخر لكي تؤكد للدول التي تحاول التدخل في الشأن الداخلي العربي، سواء قطر أو سواء تركيا أو سواء إيران أو سواء أي دولة أخرى تحاول أن تتدخل في هذا وتهدد الأمن القومي لهذه الدول، أن هناك دولة قوية، دولة مركزية شقيقة كبرى لدول الخليج هي مصر، ستعمل دائما وأبدا على حفظ أمن الخليج، وستقف بالمرصاد لأي محاولات تهدد وتزعزع استقرار منطقة الخليج سواء في المستقبل القريب أو في المستقبل البعيد. شكرا لك استاذ يسري عبيد، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن العربي. وبنتقل مع حضراتكم لليوم السابع، مصر ترفض كل اشكال التدخلات الخارجيه في الشأن الليبي. الرئيس السيسي شدد على موقف مصر الثابت تجاه احترام السياده الليبيه والحفاظ على وحده اراضيها ورفض كل اشكال التدخلات الخارجيه في الداخل الليبي وتعزيز تماسك المؤسسات الوطنيه وتوحيد الجيش الوطني. هذا او هذه التصريحات
اجراءات جاءت خلال استقبال الرئيس يوم الخميس لعبد الحميد دبيبة رئيس حكومه الوحده الوطنيه الليبيه بحضور رئيس الوزراء ورئيس المخابرات العامه. المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الرئيس التقى بالدبيبة على هامش زيارته للمشاركه في اجتماعات اللجنه العليا المصريه الليبيه المشتركه، واشاد الرئيس بمساعي الحكومه الليبيه على المستوى الداخلي لتحسين الاوضاع المعيشيه للمواطن الليبي. من جانبه الدبيبة وضح التقدير والاعتزاز الشديد من قبل بلاده للدور المصري بالغ الأهمية. في نفس السياق ومن الأخبار، اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بتوقع على 14 مذكرة تفاهم وست عقود تنفيذية. رئيس الوزراء أكد دعم مصر لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وأكد أن مصر مستمرة في الاتصالات مع مختلف الأطراف بما يلبي تطلعات الشعب الليبي. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي والمهندس الدبيبة للدورة 11 اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين. ووضح مدبولي أن تواجد هذا العدد الكبير من الوزراء الليبيين على أرض مصر بيعكس الحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين، وأشار إلى مشاركة مصر يعني الكبيرة وتأكيد دعمها لكل جهود الحكومة الليبية. من اليوم السابع الحكومة المستشفيات العامة جاهزة لاستقبال أي حالات كورونا. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وضح أن المستشفيات العامة جاهزة لاستقبال أي حالات كورونا، ولا يوجد عجز في الأسرة نافيا ما تم تداوله في بعض المواقع بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات مرضية نتيجة ضعف الحالة الطاقة الاستيعابية وعجز في الأسرة تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا. نفت هذه الأنباء وأكدت أنه كل المستشفيات بتستقبل جميع الحالات المرضية بما فيها بالتأكيد حالات فيروس كورونا، ويتم تحويلها للمستشفيات المخصصة لعلاج الفيروس، وأكدت على توافر مخزون الأدوية وكافة المستلزمات. من الشروق، وزير النقل يبحث مع سكك حديد ألمانيا إدارة وتشغيل القطارات الكهربائية. وزير النقل كامل وزير بحث مع وفد شركة سكك حديد ألمانيا دويتش بان أوجه التعاون المشترك في مجال السكك الحديد وإدارة وتشغيل القطارات الكهربائية. الوزير وضح أن مصر بتنفذ شبكة عملاقة من القطارات الكهربائية السريعة هتشمل خطوط العين السخنة، العلمين، مطروح، أسوان، إنا، الغردقة، سفاجة بإجمالي 1825 كيلومتر. وإدارة وتشغيل هذه الشبكة من الممكن أن يشكل نموذج للتعاون بين الجانبين. التعاون هيكون مجال الاستشارات وتقديم تحليل ونتائج وإجراء عمليات إصلاح، والشق الثاني تعاون استثماري في القطاع الخاص وقطاعات السكك الحديد. بننتقل لليوم السابع والتعاون الدولي. تبحث تم مع الأمم المتحدة استراتيجية 2022-2025. الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي التقت بالسيدة خالدة بوزار الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة للإنمائي للدول العربية لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة. الوزارة قادت خلال الأشهر الماضية المشاورات لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة بمشاركة 30 جهة حكومية، واللقاء تناول أيضا الدور اللي بتقوم به وزارة التعاون الدولي للتعاون بشكل مثمر مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. من الأخبار، إقبال كبير على معارض أهلا مدارس. المواطنون توافدوا بكثافة على حسب تفاصيل الخبر على معرض أهلا مدارس اللي بتنظمه الدولة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة. الأخبار رصدت توافد المئات من بداية فتح المعرض لشراء المستلزمات المدرسية اللي بتصل نسبة الخصومات في بعض الأحيان ل 50%، وعبروا عن شكرهم للقيادة السياسية. وعبر عدد من المواطنين عن أن الأسعار بالفعل مخفضة وضرورة استمرار تلك المبادرات التي تخفف عن كاهل الأهالي. انتهت هذه الجولة مشاهدينا الكرام مع الصحافة التي صدرت منذ قليل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.